أعلن كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك الجمعة 15 من يوليو 2022 أن وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نجمت عن جروح سببتها ضربة قوية. ولم يحدد البيان ملابسات الحادثة، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الشرطة تحقق فيما إذا كانت الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة من العمر 73 عاما عن درج منزلها بمنهاتن. وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس بريس في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني مساء يوم الخميس أن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد ووجدوها في حالة إغماء وعدم تجاوب مع محاولة إسعافها، وأعلن وفاتها في المكان. وأضاف البيان أنه ليس هناك ما يدل على عمل جرمي. وكان دونالد ترامب أعلن وفاتها مساء يوم الخميس وقال إنها كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة. وأضاف قائلا كان فخرها وسعادتها أولادها الثلاثة دونالد جونيور وإيفانكا وإيريك، كانت فخورة بهم إلى حد كبير كما كنا جميعا فخورين بها، أرقدي بسلام إيفانا. وتزوجت عارضة الأزياء إيفانا ترامب التي ترعرعت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1977 من دونالد ترامب الذي كان حينها مطورا عقاريا، وأنجبت طفلهما الأول دونالد الابن في وقت لاحق من نفس العام، وقد رزقت بإيفانكا في 1981 وإيريك في 84.